انكم معنا الى نشرة المساء ونبداها بالعناوين. اول عقوبات من ادارة بايدن على الحوثيين، وواشنطن تتهم الميليشيات بشن حرب دموية ضد الشرعية بدعم من ايران. ايران تهدد بنسف الاتفاق المؤقت مع الوكالة الدولية والمعارضة تكشف تفاصيل عن موقعي اليورانيوم. ومن مواضيعنا الأخرى في هذه النشرة: القاهرة والخرطوم موحدتان في مواجهة خطط إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة وتوجهان رسالة تحذيرية. بعد بريطانيا وجنوب أفريقيا، سوبر كورونا يظهر في البرازيل ويسبب العدوى 3 مرات أكثر من الأصلي. أهلا بكم. في أول عقوبات على الحوثيين في عهد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 2 من قادة ميليشيات الحوثي في اليمن لتسبب أفعالهم في إطالة أمد الحرب واستهداف المدنيين في اليمن والسعودية وتهديد الملاحات الدولية. الخزانة الأمريكية أكدت أن القياديين المعاقبين منصور السعدي وأحمد الحمزي مسؤولان عن دعم أجندة الفوضى الإيرانية وتشريد أكثر من 1,000,000 شخص ودفع اليمن لحافة المجاعة. وأكدت واشنطن أن الحوثيين تلقوا دعما ماديا مباشرا من إيران، شمل أموالا وصواريخ باليستية ومتفجرات وطائرات بدون طيار. كما أكدت الخزانة الأمريكية تقديم الحرس الثوري الإيراني الدعم العسكري للحوثيين لشن هجمات على البنية التحتية المدنية في اليمن والسعودية، الأمر الذي تسبب في إطالة الحرب وظهور أسوأ أزمة إنسانية في العالم. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية في السعودية. وأكد التحالف أن محاولات اعتداء الحوثيين على المدنيين متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات العملاتية المناسبة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني. قال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة إن استجابة الدول في مؤتمر المانحين لليمن جيدة، لكن لم تصل للمستوى المأمول، مشيرا إلى أن السعودية استمرت وللعام السادس على التوالي كأكبر داعم للاستجابة الإنسانية في اليمن. كانت هنالك استجابة جيدة ولكن لم تحقق الطموح المأمول، حيث وصل المنحات أو المنح التي قدمت من الدول التي قدمت دعم لليمن ما يقارب 1,670,000,000 دولار، وهي أقل من المأمول، حيث أن المأمول هو 3,800,000,000. ولكن ولله الحمد وكعادة المملكة العربية السعودية استمرت المملكة وللعام السادس كأكبر داعم للاحتياج الإنساني في اليمن، حيث قدمت المملكة مبلغ 430,000,000 دولار. وأكد عبد الله الربيع على أن للسعودية جهود بارزة في توفير اللقاحات للدول المحتاجة عبر تحالف كوفاكس ومنظمات أخرى على رأسها منظمة الصحة، مشيرا إلى أن إجمالي ما قدمته لهذه الجهات يتجاوز 500,000,000 دولار. المملكة العربية السعودية من الدول التي في الواقع كان لها مبادرات جدا رائعة في التحالف. نعلم جميعا أن المملكة كانت حاضنة لمجموعة 20 في العام الماضي، وخلال تلك الحقبة المملكة العربية السعودية دعت إلى دعم تحالف كوفاكس وتحالف جافي، وقدمت لمنظمة جافي 150,000,000 دولار، ولمنظمة سيبي 150,000,000 دولار، وللمنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية 200,000,000 دولار، يعني مجموع 500,000,000 دولار لدعم الدول الأكثر احتياجا في اللقاحات في العالم. و
وينضم إلينا من دبي جيرالدين جريفيث، المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية. أهلا بك معنا سيدة جريفيث، وأبدأ معك بهذه العقوبات الأمريكية التي طالت اثنين من الحوثيين. لماذا اتخذت الآن وما مدى تأثيرها؟ مساء الخير وشكرا على الاستضافة. الولايات المتحدة ملتزمة كامل الالتزام بإنهاء هذه الحرب في اليمن وإنهاء الهجمات من قبل أنصار الله ضد المدنيين سواء كان في اليمن أو المملكة العربية السعودية. لذلك اتخذت إدارة بايدن هذا القرار، وسوف تواصل ممارسة الضغط على قاعدة الحوثيين لإنهاء الحرب، بالإضافة إلى تكريس الجهود الأمريكية الدبلوماسية بالتعاون مع شركائنا في المملكة وغيرها من الدول لتحقيق حل سلمي ودبلوماسي بالتعاون مع الأمم المتحدة. اختيار هذين الشخصين في الوقت الحالي نظراً لخطورتهما، هل يمكن أن يوصل الرسالة؟ هل تتوقع الإدارة الأمريكية بأنه سيوصل الرسالة الصحيحة للحوثيين؟ ترسل الإدارة الأمريكية رسالة واضحة إلى الحوثيين، مفادها هي أنه هذه الهجمات ضد المملكة، ضد اليمنيين وضد التجارة البحرية غير مقبولة أبداً. فتسعى الولايات المتحدة لإنهاء هذه الهجمات، ولن أسبق أي قرار من قبل البيت الأبيض، لكن لن تتردد الولايات المتحدة في اتخاذ الخطوات الإضافية الضرورية لتحقيق أهدافنا المشتركة مع المملكة العربية السعودية ودول المنطقة. يعني لا نستبق القرارات وقرارات الإدارة الأمريكية، لو فقط عرفنا في أي إطار يمكن أن يكون هذا الضغط الأمريكي، إلى أي مدى يمكن أن يصل من أجل الوصول إلى إنهاء هذه الحرب؟ مثل ما قلت لن أسبق أي تصريح القرار من قبل البيت الأبيض. ما يهمنا هو تكريس الجهود الدبلوماسية، لأنه كما رأينا منذ 6 سنوات ليس هناك أي حل عسكري لهذه العزمة. لذلك تركز الولايات المتحدة على تخفيف معاناة الشعب اليمني وإنهاء ومعالجة الكارثة الإنسانية هناك. على فكرة شاركت الولايات المتحدة في مؤتمر المانحين مؤخرا، والولايات المتحدة ملتزمة لتوفير مزيد من المساعدات الإنسانية للشعب اليمني. في نفس الوقت ندرك بأن هناك عراقيل أمام وصول هذه المساعدات لليمنيين بمس الحاجة بسبب الطرف الحوثي. لذلك نتعامل مع دول المنطقة لتحقيق حل لضمان وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، وفي نفس الوقت مواصلة ممارسة الضغط على طرف الحوثي لمساعدتهم لهجماتهم ضد المدنيين. هل تتصور الولايات المتحدة الأمريكية أن الضغط على الحوثيين دون إيصال رسائل واضحة وضغط واضح على إيران يمكن أن يأتي بنتيجة لذلك؟ نحن نعرف أنه الحوثيين هم ذراع إيرانية في اليمن يعني، وليسوا مجرد فصيل داخلي يمني. هذين شخصين مدرجين مؤخرا هم يتلقون الدعم المباشر من قبل النظام الإيراني، ولا يخفى على أحد أنه التدخل الإيراني في اليمن وغيرها من الدول هذا التدخل يفاقم العزمات الاقتصادية السياسية الأمنية في المنطقة. لذلك تقوم الولايات المتحدة بمشاورات مع حلفائنا في المنطقة والمجتمع الدولي لحد من هذا التدخل المزعزع للاستقرار. شكرا جزيلا لك جيرالدين جريفيث، المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ضيفتي من دبي. ألف شكر. اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس هجوم إيران على سفينة بلاده في خليج عمان محاولة لتحسين وضعها التفاوضي، وأضاف غانتس أن إيران تسعى لتحسين أوراق المساومة في المفاوضات على الاتفاق النووي، كما أنها نفذت بذلك عملا انتقاميا بعد استهداف مواقع لها في سوريا. قال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي إشكنازي إن إسرائيل توصلت لاتفاق مع الولايات المتحدة تلتزم بموجبه كل دولة بعدم مفاجأة الدول الأخرى أو الدولة الأولى فيما يتعلق بالتعامل مع الاتفاق النووي مع إيران.
أشكنازي قال إنه من الخطأ الاعتقاد أن الولايات المتحدة تهرول الاتفاق مع إيران، مشدداً على أن هذا الأمر لن يحدث. وزير خارجية إسرائيل أكد على توافق أمريكي إسرائيلي على الوصول لاتفاق يعالج الملفات الإقليمية ويمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وينضم إلينا من القدس عبر الهاتف زياد حلبي مراسل العربية. أهلا بك معنا زياد. وتصريحات أشكنازي هي تصريحات مهمة جدا فيما يتعلق بالعلاقة الإسرائيلية الإيرانية تجاه الملف النووي الإيراني. هل حصل توافق فعلا؟ أهلا منتهى. التصريحات تبدو دراماتيكيا حقيقة أكثر مما هي بالفعل. ما تحدث به أشكنازي صباح هذا اليوم عبر الزوم مع سفراء إسرائيل حول العالم في آسيا تحديدا، هو قال إن هناك توافقا مع الإدارة الأمريكية بألا تفاجئ أي دولة الدولة الأخرى فيما يتعلق بالاتفاق النووي، بمعنى ألا تذهب واشنطن وتتوصل إلى الاتفاق بدون أن تبلغ إسرائيل بالتفاصيل أو أن تضعها أن تبقيها خارج الصورة كما حدث زمن أوباما، بمعنى أن التوافق هو توافق إجرائي يمكن أن نقول، وليس بالضرورة في المضامين. حتى الساعة لم يبدأ الحوار الاستراتيجي التفصيلي بين الجانبين. مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يدير هذا الحوار مع نظيره الأمريكي عمليا عن بعد. لم تحدث أي لقاءات مباشرة بين الطرفين حول هذا الموضوع. بعد إسرائيل ستحاول الضغط على الأمريكيين لعملية إدراج الملفات الإقليمية، دور إيران، الصواريخ البالستية، وقائمة طويلة من المطالب. حاليا ما يحدث هو أن هذا قد تكون البداية، من حيث أن أي دولة لا تفاجئ الأخرى في موضوع التوصل إلى هذا الاتفاق. يعني لا تفاجئ الأخرى لا يعني أنه تم الاتفاق على أنه ما تعرضه إسرائيل أو ما تريد إسرائيل أو دول المنطقة ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذه، لكن لو كانت أمريكا تريد الذهاب إلى اتفاق نووي عليها أن تبلغ لا أكثر ولا أقل، صحيح؟ هذا صحيح، هذا صحيح. في نهاية المطاف لا تستطيع إسرائيل أن تحدد للأمريكيين ما يفعلونه، ولكن هي عمليا تحاول أن تؤثر. كانت لديها مفاتيح تأثير قوية جدا، رأيناها تترجم عندما انسحب ترامب من هذا الاتفاق برمته، وحاليا هناك إشكالية. لهذا نرى أيضا منتهى نتنياهو يضع في الواجهة الشخصين الأكثر قبولا على إدارة بايدن منه، بمعنى أشكنازي ووزير الخارجية وغانتس وزير الدفاع، يضعهما في الواجهة مع الأمريكيين لأنهما قد يكونان أكثر تأثيرا في هذا المجال. حاليا إسرائيل تريد أن تبدأ هذا الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، هي متشجعة نسبيا من أن بايدن لم يذهب بعد إلى هذا الاتفاق، بمعنى لم يعد إلى اتفاق 2015، وبالتالي تريد أن تستغل هذا الأمر كي تؤثر لتحسين الاتفاق، وعمليا هي تطرح اتفاقا مغايرا كليا عن مكان 2015. شكرا جزيلا لك زياد حلبي مراسل العربية من القدس، شكرا. وتعليقا على احتمال عودة الولايات المتحدة لاتفاق جديد مع إيران حول برنامجها النووي، أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر خلال لقاء خاص مع العربية على أن أي عودة للمفاوضات أو المحادثات حول اتفاق جديد لن تكون مشابهة للاتفاق السابق الذي أبرمته إدارة أوباما، حيث كانت ترغب بعقد الاتفاق أكثر من الإيرانيين مما اضطرها لتقديم التنازلات آنذاك، وهو ما لم يحصل مجددا وفق شنكر. سياسة الضغط الأقصى التي اتبعتها الإدارة السابقة حققت قدرا كبيرا من الفاعلية، وإيران تريد الآن بشدة العودة للاتفاق واستعادة تدفق الأموال مجددا،
ولكن لا يمكن أن يكون هناك اتفاق جديد تحت نفس الشروط التي كانت تحيط بالاتفاق السابق، وحتى أوروبا تدرك ذلك جيدا هذه المرة. لا يمكنني التنبؤ بما سيحصل، فالإيرانيون لا يمكن التنبؤ بهم إلى حد كبير، ولكن كما قلت فأنا أعتقد أنهم راغبون في العودة للاتفاق والدخول في مفاوضات أو نقاشات على الأقل للعودة. أما بالنسبة للإدارة الأمريكية فأعتقد أنها ماضية في محاولة فرض الضغط من أجل الحصول على تنازلات مسبقة على نقيض المرة السابقة التي شهدنا فيها هذا النوع من المفاوضات، وكانت إدارة أوباما راغبة في إبرام الاتفاق أكثر من الإيرانيين بكثير، ما أدى لتقديم العديد من التنازلات، وهذا لن يحصل مجددا. لذا أعتقد أن الإدارة صائبة في أخذ وقتها. كشفت المعارضة الإيرانية معلومات عن الموقعين النوويين اللذين ترفض إيران منذ شهور وصول المحققين الدوليين إليهما، كما لم ترد على أسئلة الوكالة الدولية بشأن العثور على اليورانيوم فيهما. المعارضة قالت إن أحد الموقعين يقع في محافظة فارس في منطقة أبادة، وتم بناؤه في التسعينيات بإشراف الحرس الثوري، وأضافت أن الموقع مرتبط بتجارب الانفجارات. المعارضة أشارت أيضا إلى موقع شوان لويزان في شمال شرق طهران الذي تسعى الوكالة الدولية أيضا للحصول على معلومات بشأنه. في الأثناء حذرت طهران من نتائج عكسية بحال توجيه أي انتقاد لها بشأن تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي، مهددة بنسف الاتفاق المؤقت مع الوكالة. وينضم إلينا من فيينا بثينة عبد الرحمن، الصحفية المتخصصة في شؤون الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أهلا بك معنا سيدة بثينة، ودعيني أبدأ معك بهذا التوقيت الذي اتخذته إيران لمنع التفتيش المفاجئ ولتوتير علاقتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لماذا الآن؟ لماذا في عهد بايدن؟ الوكالة وإيران علاقة دائما في حالة توتر وفي حالة شد وجذب. الآن إيران بتعتقد أنه في يدها الملف النووي الإيراني والتزاماتها والشفافية والتعاون الكامل مع الوكالة، لذلك تخيلت بعد عام كامل من الخروج الأمريكي أو الانسحاب الأمريكي من الاتفاق أن تصعد من موقفها في محاولة لكسب شيء تراهن عليه أو شيء تكسب به إذا تمت مفاوضات. لذلك عندما رفعت الوكالة قرار أو تقرير في شهر فبراير الماضي وكتبت فيه عن إنه في موقعين سريين وثالث آخر منعت إيران من الوصول إليهما، وثبت إنه في آثار يورانيوم معدني مما يدل انه في تجارب حصلت، فايران صعبت، واصلا هي بدات التصعيد من قبل، بدات التصعيد من مايو الماضي اعتقد بعد خروج الامريكان، فهي التصعيد بتاعها اصبح نقطه نقطه او خطوه خطوه الى ان انفجر الموقف اخيرا في 23 فبراير عندما منعت او اوقفت تماما تنفيذ البروتوكول الإضافي، أي تفتيشات مفاجئة، أي تفتيشات غير معلنة، ومن جانب آخر أي تعاون خلاف التعاون التقليدي الرسمي الذي تفرض عليها اتفاقية منع الانتشار النووي. هذا يعني أنه في أهمية قصوى كان للبروتوكول الإضافي اللي أوقفت إيران العمل به الآن، وكأنها تضغط أكثر على الوكالة الدولية. البروتوكول الإضافي بالغ الأهمية. إيران دائماً بتصر على إنه هو يعني زي شيء تصرف طوعي منها، لكن حقيقة هو جزء من الاتفاق النووي. بموجب الاتفاق النووي كان على إيران أن تقبل العمل بموجب الاتفاق البروتوكول الإضافي. البروتوكول الإضافي بالنسبة للوكالة هو الوسيلة أو الآلية الأوسع
لأنها تنتشر ومفتشينها يصلوا أي موقع سري غير معلن فيه شك، مجرد شك المفتشين بيحاولوا يصلوا له. أنت تفضلت في خبرك السابق أنه المعارضة كشفت عن الموقع. الوكالة في عملها بتستخدم كل الوسائل الممكنة في أنها تتعرف على النشاط النووي الإيراني، طالما ظل في عدم شفافية، في عدم ثقة، في انتهاكات بتحصل إيرانية، لا زال في عمل سري بيقوم. فالوكالة بتحاول عن طريق البروتوكول الإضافي إنها تصل عشان تعرف مثلا في كم عدد من أجهزة الطرد المركزي، وخاصة إن إيران صعدت من إنها تستخدم أجهزة طرد مركزي أحدث، مما يعني إنه عملية التحصيل بتدور بطريقة أسرع كثير جدا جدا من السابق. كذلك البروتوكول الإضافي بيلزم إيران إنه تعرف الوكالة عندها كم من الآن من التخصيب ومن اليورانيوم الخصبته، ويجب أن تعلن عنه سواء كان بـ 20% كما مدى التنفيذ أو بنسب، حتى لو بالنسب الصغيرة عليه. واضح. كنت أتمنى الأستاذ بوثينة أنه يطول هذا اللقاء، ولكن للأسف في رداء بالصوت قليلا. لذا أشكرك جزيل الشكر على المشاركة معنا، بوثينة عبد الرحمن الصحفية المتخصصة في شؤون الوكالة الدولية للطاقة الذرية، شكرا جزيلا. نشرتنا مستمرة ونتابع فيها بعد قليل. بعد ألمانيا، دعوة جنائية في فرنسا للتحقيق في هجمات الكيماوي عام 2013. أهلا بكم معنا من جديد. أول زيارة بابوية في التاريخ إلى العراق. البابا فرانسيس سيزور البلاد في جولة تستغرق 4 أيام، وهي تعتبر أيضا أول زيارة خارجية لبابا الفاتيكان بعد انتشار كورونا. هذه الزيارة تأتي رغم التوتر الأمني الذي يشهده العراق، وتعتبر تاريخية بعد أن ألغى الرئيس السابق صدام حسين زيارة البابا يوحنا بولس الثاني عام 2000. إعلان الزيارة لاقى ترحيبا كبيرا داخل العراق رسميا وشعبيا، فيما اعتبرها البعض خطوة مهمة لأنها تحمل دلالات عميقة. أولا، دعم مسيحيي العراق وأهمية وجودهم واستمراريتهم مع المسلمين في البلاد. ثانيا، تأكيد على مكانة العراق على الصعيدين الدولي والإقليمي. محطات الزيارة تبدأ من العاصمة بغداد، حيث سيلقي كلمة في كنيسة سيدة النجاة الكاثوليكية في الحي التجاري الرئيس في الكرادة. محطة بارزة أيضا في زيارة البابا للعراق، وستكون في مدينة النجف جنوبي البلاد للقاء المرجع علي السيستاني. من النجف سيذهب البابا باتجاه منطقة أور الأثرية في محافظة ذي قار، ويقيم فيها تجمعا للأديان المختلفة الأعرق، ثم إلى سهل نينوى مركز المسيحيين في العراق، ويستكمل البابا فرانسيس جولاته بزيارة كارمولوش وقرقوش وأيضا الموصل التي اختارها تنظيم داعش لإعلان خلافته المزعومة في عام 2014. بابا الفاتيكان يختم محطات زيارته إلى العراق بإقامة قداس في الهواء الطلق في أربيل عاصمة إقليم كردستان، الذي استضاف مئات الآلاف من المسيحيين والمسلمين والأزيديين عقب اجتياح داعش. اعتبر بيان مشترك لوزارتي الخارجية المصرية والسودانية أن خطة إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة تمثل خرقا لاتفاق المبادئ الثلاثي الموقع عام 2015. وطالب البيان إثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعالة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة. كما اعتبر البلدان
أن ملء السد من دون اتفاق يهدد الأمن المائي المصري والسدود السودانية وحياة 20 مليون سوداني. كما أكد البيان المشترك تأييد مصر الكامل لموقف السودان بشأن سيادته على الحدود مع إثيوبيا. قضية مفاوضات سد النهضة وكيفية السير قدما للتوصل إلى اتفاق عادل قانوني ومنصف يلبي حقوق الدول الثلاثة بشكل متوازي، يؤدي إلى استفادة إثيوبيا من سد النهضة في التنمية، ولكن دون الإضرار الجسيم بأي من دولتي مصر والسودان، وأننا سوف نستمر في الدفع للتوصل إلى هذا الاتفاق باعتباره السبيل الوحيد لحماية مصالح شعوبنا الثلاث ووضع إطار للتعاون والتفاهم والبعد عن التوتر. فيما تم من ملء سابق في العام الماضي والمخاطر الكبيرة التي قد يتعرض لها شعبي وادي النيل بإعلان الملء المزمع، خاصة وإنه إذا تم هذا الملء بالصورة التي أعلنت من قبل إخوتنا في إثيوبيا بملء ما يقارب 13.5 مليار متر مكعب من الماء، فإن هذا سيتسبب في مخاطر خطيرة جدا تهدد 20 مليون سوداني بالعطش المفضي إلى الموت. أفاد موقع سودان تريبيون بأن الجيش السوداني اقترب من السيطرة على آخر وأكبر المعاقل الإثيوبية داخل الأراضي السودانية. وأوضحت المصادر أن معارك عنيفة تخوضها القوات السودانية في منطقة الفشقة الكبرى الحدودية ملحقة خسائر كبيرة في صفوف القوات الإثيوبية المدعومة عسكريا من قوات إريتريا. وتحاذي الفشقة الكبرى بولاية الجدار في إقليم التجري الإثيوبي بطول 110 كيلومترات، حيث قيمت فيها مستوطنة برخت بعمق 5 كيلومترات داخل الأراضي السودانية كواحدة من أكبر المستوطنات الإثيوبية بغرض إسناد العمليات الزراعية والعسكرية للتجري. عقد مسؤولون في البحرية الروسية والأمريكية لقاءات منفصلة مع الحكومة السودانية متمثلة في البحرية السودانية وهيئة الموانئ ووالي ولاية بور سودان لتعزيز الشراكة العسكرية الاقتصادية على سواحل البحر الأحمر. أوجه الشبه بين السفينتين الحربيتين الروسية والأمريكية، توقيت الزيارة وعدد جنود البحرية، والأهداف المعلنة المتمثلة في تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات والمعلومات، فضلا عن أهداف أخرى غير معلنة تتمثل في تنافس محموم على سواحل البحر الأحمر. فوائد اقتصادية عديدة مرجوة بحسب الحكومة السودانية من هذا التنافس. متوقع أنه تكون في استثمارات كبيرة وأنه تكون في بواخر سواء كان تجارية أو عسكرية، بتوقع في يعني شركات عدة تجي في استثمار داخل السودان، وده ينعكس انعكاس في زيادة الصادر والوارد. روسيا الموجودة بصورة شبه دائمة في قاعدة فلامينغو العسكرية شمال ميناء بور سودان تسعى لزيادة وجودها عبر قاعدة عسكرية منفصلة. أما الولايات المتحدة فتقول إنها تسعى لتعزيز الأمن البحري والتدريب وتبادل المعلومات بعد تحسن العلاقات بين البلدين. في ديسمبر الماضي قامت الولايات المتحدة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. لم نتمكن من زيارة بحرية للسودان على مدار العقدين الماضيين، وفي كل الأحوال هذه الزيارة تعبر عن الدعم الأمريكي للسودان. نشاط تجاري لا يهدأ وسعي حثيث من دول عظمى على زيادة التعاون الحربي وكذلك الوجود الدائم على سواحل البحر الأحمر. لينا يعقوب، العربية، بورت سودان. أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليتشدار أوغلو أن الحصانة البرلمانية أمر لا بد منه لحماية البرلمانيين في غياب استقلال القضاء، منتقدا تضييق حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على نواب المعارضة. كما قال في كلمة له أمام كتلة حزبه البرلمانية إن الحصانة البرلمانية ضرورية لجميع السياسيين لأداء واجباتهم وفق السلطة الممنوحة لهم من الشعب، مشددا على أن هذا المبدأ أصبح أكثر أهمية بسبب تدهور استقلال القضاء في تركيا.
يسعى المغرب لطي صفحة النزاع على الصحراء الغربية مع جبهة البوليساريو من خلال كسب المزيد من الاعتراف الدولي بسيادته على الإقليم. وفي مدينة العيون الكبرى، مدن الإقليم المتنازع عليه، افتتحت قنصليات عربية وإفريقية، وتوجت هذه الدينامية الجديدة باعتراف الولايات المتحدة وافتتاح قنصلية هناك. نحن في مدينة العيون التي اتجهت إليها الأنظار مؤخراً مع الزخم الجديد في قضية الصحراء الغربية على خلفية اعتراف دول عربية وأفريقية بسيادة المغرب عليها. أعلام أجنبية ترتفع على مقر قنصليات أجنبية في شوارع العيون شكلت منعطفاً هاماً في أقدم نزاع في إفريقيا. الاعتراف الأمريكي يتوج هذه الدينامية الجديدة. مكسب كبير جدا أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية معترفة بالسيادة الكاملة للمملكة المغربية على صحراء. هذا معطى جديد، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تصيغ القرار داخل مجلس الأمن. هذا العمل الدبلوماسي الرائد اللي اشتغل عليه بتأني جلالة الملك لتكريس سيادته على الإقليم، وفق ما يقول إنها مقاربة لحل واقعي وعملي. انتهج المغرب سياسة تعتمد على شق اقتصادي عبر ما يعرف بالنموذج التنموي وإداري نظام المجالس الجهوية. البنية التحتية لهذا الحل العملي جاهزة كما يقول قادة الإقليم، ومنها هذه القاعة التي ستكون مقراً لبرلمان صحراوي إذا بدأ تطبيق الحكم الذاتي. تطوير البنية التحتية على مستوى الجهة، خاصة على مستوى الطرقات، باعتبارها يعني تلعب دور مهم ودور حيوي في بعث إحياء الجهة على المستوى الاقتصادي. وفي انتظار بناء توافق على حل سياسي واقعي وقابل للتحقيق يشكل البديل عن الانفصال، يمضي الصحراويون المؤيدون لمبادرة الحكم الذاتي قدما في تسيير شؤونهم، ويحصلون على المزيد من الصلاحيات من السلطات المركزية في سياق جهوية متقدمة تمهد لحكم ذاتي واسع كما يقولون. خليل الجدود، العربية، العيون. بعد الحكم في ألمانيا بحق ضابط في النظام السوري، وفي ثاني تحرك في دولة أوروبية ضد جرائم الحرب في سوريا، رفع محامو الدفاع عن الناجين من الهجوم الكيماوي الذي وقع في ريف دمشق عام 2013 دعوى قضائية أمام المحاكم الفرنسية. ويؤكد المحامون أنهم يمتلكون أدلة دامغة تدين الأسد، وقد تحقق العدالة ضد النظام الذي فشلت الدول على محاكمته. تعود قضية مجزرة الكيماوي في منطقة الغوطة جنوب دمشق إلى الواجهة من جديد، مع رفع محامي الدفاع عن الناجين من الهجوم دعوى قضائية أمام المحاكم الفرنسية. محامو الدفاع يؤكدون أنهم يمتلكون أدلة دامغة عن تورط مسؤولين بالنظام السوري بالمجزرة التي أودت بحياة 1400 شخص عام 2013. الأدلة تستند إلى شهادة الناجين من الهجوم، فضلاً عن الأدلة والوثائق التي قدمها منشقون عن النظام تتضمن صوراً ومقاطع فيديو، كما تستند إلى المعلومات الاستخباراتية الفرنسية التي أكدت أنه تم استخدام مادة السارين في هجوم الغوطة. يتشارك في القضية 12 شخصاً من عائلات ضحايا الهجوم، بالإضافة إلى منظمات حقوقية. المحاكمة في فرنسا ترى فيها عائلات الضحايا فرصة نادرة لمحاكمة نظام الأسد بعد أن فشلت الدول الغربية في إنشاء محكمة دولية لمقاضاته بسبب الفيتو الصيني والروسي. جيلان فطيري، العربية. ومن باريس ينضم إلينا المعتصم الكيلاني، مدير مشروع التقاضي الاستراتيجي في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير. أهلا بك معنا المعتصم، و ماذا تأملون من هذه المحاكمات؟ تحياتي إليك. طبعا النقطة الأولى والمهمة أنه اليوم يتم تقديم هذه الدعوة على أساس الولاية القضائية المحلية خارج نطاق الإقليم في فرنسا، وليس على أساس الولاية القضائية العالمية كما جرى بباقي الدعاوي التي تتقدم حاليا في بعض الدول الاتحاد الأوروبي. اليوم المركز يحمل صفة المؤسسة الفرنسية منذ العام 2004
وكان لديه مكتب محلي في دوما ويعتبر متضرر، بالإضافة إلى وجود ضحايا فرنسيين، لح يعطي القضاء الفرنسي خيار واحد وهو فتح تحقيق هيكلي بالشكوى نتيجة استيفائنا لجميع الشروط القضائية والقانونية لتقديم الشكوى. بالإضافة مثل ما تحدثت بتقريركم تم تقديم أدلة حاسمة ووافية للأحداث التي جرت، ويبقى للقضاء الفصل بتحديد المشتبه فيهم بعد ما كمان قدمنا لائحة كبيرة بالمشتبه فيهم. في أسماء محددة من الضباط، من الناس اللي كانوا مسؤولين عن الكيماوي، ولا الدعوة عامة على النظام السوري؟ لا، بكل تأكيد تم تقديم. طبعا أحيي المنشقين عن القوات الحكومية اللي ساعدونا بالأدلة والوثائق والمعلومات للوصول رئيس النظام السوري بشار الأسد، بالإضافة لقائد الفرقة الرابعة ماهر الأسد وقيادات من الحرس الجمهوري، بالإضافة إلى الفرع 450، الفرع الخاص بتطوير السلاح الكيماوي وبالتحديد غاز السارين والكلور في مركز البحوث العلمية. طبعا تم تقديم لائحة أسماء طويلة لأشخاص نعتقد بتورطهم كمسؤولين جنائيين عن تلك الأحداث، وبالتحديد عن الضربة غاز السارين التي نفذت بتاريخ 5 آب 2013 على دوما وعدرا، ومجزرة الكيماوي الكبرى التي حدثت في 21 آب 2013 على الغوطتين الشرقية والغربية. أنتوا كيف بتقيموا أهمية صدور أحكام من محاكم أوروبية على شخصيات وأسماء بعينها في سوريا؟ طبعا اليوم هذا هو صار في مشكلة معنا بالصوت. المعتصم للأسف، المعتصم الكيلاني مدير مشروع التقاضي الاستراتيجي في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا، ألف شكر. نشرتنا مستمرة ونتابع في سياقها بعد قليل. المعارضة التركية تتهم أردوغان برفع الحصانة عن نوابها لمحاكمتهم. أول عقوبات من إدارة بايدن على الحوثيين، وواشنطن تتهم الميليشيات بشن حرب دموية ضد الشرعية بدعم من إيران. إيران تهدد بنسف الاتفاق المؤقت مع الوكالة الدولية، والمعارضة تكشف تفاصيل عن موقعي اليورانيوم. القاهرة والخرطوم موحدتان في مواجهة خطط إثيوبيا لملء الثاني لسد النهضة، وتوجهان رسالة تحذيرية. بعد بريطانيا وجنوب إفريقيا، سوبر كورونا يظهر في البرازيل ويتسبب بالعدوى 3 مرات أكثر من الأصلي. أهلا بكم. سوبر كورونا بقوة ثلاثية العدوى، خوف بدأ في البرازيل ويخشى أن ينتقل إلى باقي العالم. السلالة الجديدة لفيروس كورونا في نسختها البرازيلية ذعر كبير من عدم استجابته للقاحات كورونا. ذعر في البرازيل بعد ظهور سوبر كورونا، سلالة جديدة من كورونا لكنها معدية ب3 مرات عن السلالة الأصلية. في أعقاب السلالتين الجديدتين في بريطانيا وجنوب أفريقيا، تحور فيروس كورونا مرة أخرى ليتحول هذه المرة إلى نسخة أكثر إثارة للقلق من الفيروس في البرازيل. السلالة الجديدة سميت بالأمازون حيث مكان اكتشافها، ويعتقد أنها مقاومة لبعض اللقاحات، إلا أن البرازيل لم تقدم معلومات أكثر عنها. وتم اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس كورونا في يناير الماضي لدى 4 أشخاص دخلوا اليابان من البرازيل.
ويشير تقرير بحثي إلى أن السلالة الجديدة مسؤولة بالفعل عن 90% من حالات فيروس كورونا في ولاية أمازوناس، وتم رصد السلالات الجديدة أيضا في أجزاء أخرى من البرازيل وانتشرت إلى دول أخرى في مختلف أنحاء العالم. نوعان مختلفان تحملهما السلالة البرازيلية. النوع الأول P1 يصعب على الجهاز المناعي التخلص منه بسبب تركيبته الجينية المسؤولة عن بناء البروتينات الشوكية، والتي تعمل مثل أدوات إمساك للوصول إلى الخلايا البشرية، ويمكن لأي تغييرات في تصميمها أن تسهل عليها الارتباط بالخلايا البشرية. أما النوع الثاني فيعرف ب P2 ويحمل طفرة يمكنها تجاوز الأجسام المضادة، وتكمن خطورة النوعين في البروتين الشوكي. فمعظم لقاحات كورونا تستهدف البروتين الشوكي الذي يستخدمه الفيروس للالتصاق بالخلايا البشرية، فيما تعمل اللقاحات على تهيئة الجسم ليكون قادراً على اكتشاف البروتين الشوكي حتى يتمكن جهاز المناعة من اكتشاف الفيروس. وإذا تحور البروتين الشوكي فلا يكون الجسم قادراً على التعرف على الفيروس، وعندها لن تكون اللقاحات فعالة. سماح السيد، العربية. ومعركة حامية تشهدها أروقة منظمة التجارة العالمية للتنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات كورونا. الدعوات التي تقودها الهند وجنوب إفريقيا تدعو الدول المحتكرة إلى منح حقوق صنع اللقاح لدول أخرى، وترى تلك الدول في التنازل عن الملكية الفكرية إجراء يسمح بتسريع الجهود لوضع حد لانتشار الفيروس التاجي. وحازت تلك الدعوات على دعم وتأييد أكثر من 80 دولة ترى نفسها في مواقع متأخرة من الحصول على اللقاحات، لكن الدعوات لاقت رفضا قاطعا من شركات الأدوية العملاقة، إضافة لرفض الاتحاد الدولي للمصنعين والجمعيات والصيدلانية. وأشار رئيس الاتحاد توماس كويني إلى أن سحب براءات الاختراع سيتسبب بأزمة في الحصول على اللقاحات. ويقترح النص منح إعفاء مؤقت من بعض الالتزامات بموجب اتفاق حقوق الملكية الفكرية المعروف باسم اتفاق تريبس، ويغطي الإعفاء المنشود أيضا التصاميم الصناعية وحقوق التأليف والنشر وحماية المعلومات غير المكشوف عنها. وبموجبه يسري الاتفاق في حال الموافقة حتى يتلقى معظم سكان العالم اللقاحات ويكتسبون مناعة ضد فيروس كورونا. كما تعتقد الجهات الداعمة للدعوات أنها ستسهل الحصول السريع على منتجات طبية بأسعار مقبولة لكل البلدان، إذا أكدت إحدى مصانع الأدوية في بنغلاديش أن الإلغاء المؤقت للملكية الفكرية سيوفر احتياجات العالم من اللقاحات. في بريطانيا، وبعد أشهر من الغموض حول رفع قيود مكافحة كورونا والإغلاق، كشفت الحكومة البريطانية عن خارطة الطريق لإعادة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي لا يهدر تضحيات المواطنين. قطاع السياحة على رأس القطاعات التي تضررت من جائحة فيروس كورونا، لكن بدأت بوادر عودة نشاط الطيران والسفر في بريطانيا مع إعلان الحكومة عن خارطة طريق للخروج من الإغلاق، وهو ما أدى إلى قفزة في حجوزات إلى وجهات سياحية. العاملون في هذا القطاع رحبوا بالتوضيح الحكومي لرفع حالة عدم اليقين، إلا أن بعض القيود قد تعوق هذا القطاع إلى ما بعد رفع الإغلاق. الحجوزات المرتقبة دلوقتي بالنسبة للرحلات الصيفية اللي طالعين من هنا على برا، اللي هو أهل البلد العرب المصريين اللي كل واحد عايز يرجع بلده. إنما بالنسبة للسياحة الجاية مش قادرين نحكمها. ليه؟ لأن أنت شايف النهاردة بتدفع 15 يوم أوتيل، بتدفع 410 بي سي آر في المطار للي جاي، وأصبحت فيري كوستي. فلو ما كانش دي تتلغى ما حدش هيجي.
المطاعم أيضا تعاني الأمرين من تقييد كورونا حركة السياحة والسفر والتنقل. هذا المطعم اليمني في وسط لندن الذي كانت صالته تعج بالزبائن قبل الوباء حصر عمله فقط بتوصيل الطلبات مع الاستفادة من الدعم الحكومي لتأمين 80% من رواتب الموظفين بانتظار إعادة فتح قطاع الضيافة في شهر مايو المقبل وفق خطة الحكومة. السياحة نوعا ما ضربت في بريطانيا وفي لندن بالذات في المنطقة اللي احنا فيه، احنا في منطقة سياحية، منطقة بادنتون وجور رود، واحنا اعتمادنا بعض الله سبحانه وتعالى هو الزبائن العرب، وتعرف 70% زبائنهم عرب، فلما خف السياحة خفت في لندن تأثرنا شوية. بس الآن بعض الأخبار الجديدة اللي سمعناها إنه يقولون الحياة راح ترجع الحياة الطبيعية في شهر 7، فإحنا متفائلين خير إنه ترجع السياحة كما كانت ونرجع طبيعي إن شاء الله. خطة الحكومة لرفع الإغلاق تدريجيا بشكل حذر على مدى 4 مراحل تتيح للسلطات تقييم وضع الوباء قبل الانتقال إلى المرحلة المقبلة، وهو ما لاقى استحسان غالبية الناس والشركات للسيطرة على فيروس مميت دمر العالم أجمع. مصطفى زارو، العربية، لندن. وننهي نشرة المساء بالعناوين. أول عقوبات من إدارة بايدن على الحوثيين، وواشنطن تتهم الميليشيات بشن حرب دموية ضد الشرعية بدعم من إيران. إيران تهدد بنسف الاتفاق المؤقت مع الوكالة الدولية، والمعارضة تكشف تفاصيل عن موقعي اليورانيوم. القاهرة والخرطوم موحدتان في مواجهة خطط إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة وتوجهان رسالة تحذيرية. بعد بريطانيا وجنوب أفريقيا، سوبر كورونا يظهر في البرازيل ويعدي 3 مرات أكثر من الأصل. انتهت نشرة المساء. المزيد من الأخبار بتفاصيلها وعناوينها مع صهيب شراير في العربية الليلة. إليك يا صهيب. شكرا لك منتهى. بالفعل طبعا أهم أخبار المنطقة والعالم على مدار الساعتين المقبلتين، إضافة للملفات السياسية لدينا قصة عن كويكب سيمر اليوم بكوكب الأرض تعادل مساحته مساحة ملعب كرة قدم. تابعونا في العربية الليلة.